السلام عليكم. العديد من الإخوان طرحوا علي سؤال عن كيفية حجز تذكرة الطائرة، والآن سوف أوضح وأشرح لكم بالتفصيل خطوات وطريقة حجز أرخص تذاكر الطيران عن طريق تطبيق سكاي سكالر. مرحبا بكم، تابعوا معي هذا الفيديو. إذا نقوم أولا بالولوج إلى التطبيق، ثم من بروفايل يمكننا الضغط على زر بروفايل لنقوم بإعدادات التطبيق، ثم نذهب إلى سيتين حيث يمكننا اختيار العملة. هنا توجد جميع العملات العالمية، نحن سوف نختار عملة الأورو. يمكنك اختيار البلد أيضا، كما أن هناك إعدادات أخرى. الآن سوف نعود ومن زر إكسبلور سوف نقوم الآن من بدء البحث عن تذكرة لرحلتنا القادمة. الآن سوف نضغط على Flights، هنا سوف نجد الواجهة التي أمامنا والتي تحتوي على ثلاث اختيارات: Round Trip or One Way وMulti City. Round Trip يعني رحلة ذهاب وإياب، One Way يعني رحلة واحدة إما ذهاب أو إياب، أما Multi City هنا مثلا في حالة كنا سوف نقوم بإسكال أو بتوقف في مدينة ثم إكمال رحلتنا إلى مدينة أخرى. مثلا سوف نسافر من أكادير إلى مدريد، ثم سوف نتوقف في مدريد، ثم نأخذ طائرة أخرى من مدريد إلى مكان آخر. نحن الآن سوف نقوم باختيار رحلة واحدة، سوف نختار مدينة الانطلاق أكادير ومدينة الوصول مدريد، ثم من الخانة الثالثة سوف نبحث عن أرخص التذاكر. كما ترون الآن يظهر لنا شهر مارس كاملا، والتواريخ التي هي باللون الأخضر هي التي تحتوي على أرخص التذاكر. نحن سوف نذهب إلى تاريخ 24 مارس الذي توجد به ثاني أرخص تذكرة، ثم هناك 30 من مارس وهي أرخص تذكرة. إذا أرخص تذكرة في شهر مارس سوف تكون يوم 30. بهذه الطريقة نحدد أفضل اختيار بالنسبة لنا وأفضل تاريخ لسفرنا. سوف نقوم باختيار 30 من شهر مارس، نضغط عليه ثم نضغط على زر البحث. لكن قبل ذلك هناك اختيار بين تذكرة اقتصادية ايكونومي أو بريميوم ايكونومي أو بيزنس يعني تذكرة رجال الأعمال، نحن سوف نختار تذكرة اقتصادية ثم نضغط على زر البحث. الآن سوف تظهر لنا جميع الرحلات والشركات الطيران الناقلة، يمكننا استعراض النتائج عن طريق سكرول داون كما ترون، ولتسهيل البحث يمكننا اختيار إما ترتيب الأفضل النتائج أو the fastest أسرع الرحلات أو the cheapest أرخص الرحلات. نحن سوف نختار أرخص الرحلات. سوف تظهر لنا 12 أورو هي أرخص تذكرة من أكادير إلى مدريد، سوف نختارها ونضغط على view details لكي نرى معطيات الرحلة، ثم نضغط على more info تفاصيل أكثر للرحلة، موعد الانطلاق، موعد الوصول، زائد نوعية العرض في هذه الرحلة. دايركت يعني رحلة مباشرة بدون توقف. إذا كنتم راضين عن الرحلة سوف نقول بـ choose provider.
البروفايدر وهو الشركة الوسيطة التي تقوم بالوساطة بين شركة طيران وبينك، والتي تقوم عن طريقها بحجز تذكرة. هناك العديد من الشركات الوسيطة ككيوي، trip.com، ماي تريب، اي دريمز، او يمكنك حجز عن طريق موقع الشركة مباشرة، وهي شركة راينير، هي شركة الطيران الناقلة. إذن سوف نرى حتى عرض الأثمنة. سوف نختار أرخص تذكرة وهي 12 أورو عن طريق الوسيط kiwi.com. سوف نقوم بالضغط على Go to site. الآن سوف ينقلنا إلى موقع الوسيط، هو kiwi.com. هنا تظهر لنا معطيات الرحلة، للتأكد منها سوف نضغط على السهم. وكما تلاحظون هنا موعد انطلاق الرحلة وموعد الوصول، إضافة إلى رقم الطائرة أو رقم الرحلة. ثم سوف نقوم بالنزول، وهنا علينا البدء بإدخال معلوماتنا الشخصية، الإيميل، ويجب أن نتبعه هنا لأن الإيميل الذي سوف نزودهم به هو الذي سنتلقى فيه التذكرة الإلكترونية. ثم بعد ذلك نقوم بإدخال رقم الهاتف أو بلد الذي أقطن به، مثلا سوف أقوم هنا بإدخال المغرب. ثم أقوم بإدخال رقم هاتف بداية من 6، من الرقم 6. لا تدخل الرقم 0، يجب أن نبدأ بالرقم 6. ثم بعد ذلك أقوم بإدخال رقم هاتفي الشخصي، ثم معلوماتي الشخصية، الاسم واللقب، الجنسية nationality، gender، الجنس، تاريخ الازدياد. هنا سوف أختار نوعية الحقائب، إما حقيبة صغيرة أحملها معي إلى المقعد مجانية، أو حقيبة صغيرة زائد حقيبة متوسط الحجم بحجم 10 كيلوغرام أحملهما معي داخل الطائرة إلى المقعد، 33 أورو. أنا أفضل الاختيار الأول، الحقيبة الصغيرة المجانية، لأنها في الأغلب تكون مسموح ب 10 كيلوغرام مجانية. أو اختيار آخر له علاقة بالحقائب التي سوف تمر عن طريق تشيكين، أي أنني لن أخذها معي إلى المقعد أو إلى جانبي في مقعد الطائرة. هنا الثمن سيكون مرتفعا قليلا كما ترون، 20 كيلوغرام حقيبة واحدة أو حقيبتان، يعني في بعض الأحيان قد يكون ثمن الحقيبة أكثر من ثمن الرحلة نفسها. كما ترون ثمن الرحلة هو 12 أورو، لكننا إذا أردنا أن نضيف حقيبة كبيرة ولن نأخذها معنا إلى مقعد الطائرة بل ستمر عبر تشيكين، فالثمن سيكون غالبا مرتفع. لذلك أفضل أن أعود إلى الاختيار الأول وهو حقيبة مجانية. الآن سوف نقوم باختيار نوعية التأمين. هناك ثلاث اختيارات، الاختيار الأول Travel Plus، يعني تأمين شامل لخدمات صحية وإلغاء الرحلة وخدمات تقنية، وفي حالة فقدان الحقائب، كذلك في حال عدم القدرة على السفر. هناك أيضا Travel Basic، يحتوي على بعض الخدمات بثمن أقل أو بدون تأمين. إذن هنا سوف نختار الاختيار الأول مع التأمين شامل. كما ترون تمت إضافة مبلغ 47 أورو إلى مبلغ الرحلة، والآن مبلغ الإجمالي هو 59 أورو. وفي حالة اختيارك لي بدون تأمين سوف يبقى ثمن الرحلة هو 12 أورو كما كان في البداية. ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على زر Continue، الذي سوف ينقلنا إلى الصفحة الموالية، حيث سوف نجد اختياران، إما التذكرة العادية الاقتصادية أو التذكرة ستاندرد. هنا يجب أن نختار التذكرة العادية الاقتصادية، لأننا
أصلا قد اخترنا رحلة مؤمنة. ثم بعد ذلك نذهب إلى اختيار ثلاث اختيارات أخرى، نضع الرمز في Basic Services، نختار Basic Services الخدمات الأساسية. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على Continue. هنا يتم إحالتك إلى صفحة أخرى لا علاقة بتأمين الرحلة. هنا لديك اختياران يخبرونك في الخيار الأول أن رحلتك أو تأمين رحلتك في حالة عدم تمكنك من السفر أو في حالة إلغائها هو له علاقة بالشركة الناقلة، وقد يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى 30 يوما لتعويضك، ولن يتم تعويضك بالمبلغ الكامل أو ربما قد تجد صعوبات. هنا يقترحون عليك حلا آخر، أن يقومون هم بتعويضك مباشرة دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة الناقلة. إذن تختار الاختيار الذي يناسبك، ثم تمر الآن إلى مرحلة اختيار المقعد. هنا كما ترون كل مقعد له ثمن على حسب موقعه في الطائرة، كما ترون هناك ب 30 أورو وهناك ب 37. يمكنك اختيار مقعد أو يمكنك الضغط على زر continue. هنا يخبرك أنه هل يمكنك أن تختار المقعد أو تستمر بدون اختيار المقعد. أضغط على الزر الثاني skip seat selection، skip seat selection. ثم أمر الآن إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة الدفع. هنا itinerary أي مخطط الرحلة، يمكنك التأكد من مخطط رحلتك قبل الدفع. تضغط على السهم المقابل itinerary، تضغط على السهم المقابل. ثم هناك معلوماتك الشخصية التي قمت بإضافتها ومعلومات الحقيبة أو الحقائب التي قمت بإضافتها. ثم مخطط الرحلة. إذا كانت الأمور كلها على ما يرام، الآن يمكنك المرور إلى آخر مرحلة وهي البيدل ديتيلز، التكلفة الإجمالية للرحلة، والتي هي كما ترون 59 أورو. هنا يقولون لك هل أنت شخص أو فرد أو شركة، نختار على حسب نوع الحاجز للبطاقة. هنا اخترت فرد أو personal. ثم يمكنك الآن ملء اسمك الشخصي ولقبك والبلد مرة أخرى، ثم العنوان أو مقر الإقامة، ثم المدينة والرمز البريدي. ثم تمر الآن إلى طريق الدفع. هناك خياران عن طريق البطاقة البنكية أو عن طريق الريفوليت. هنا تقوم بإدخال رقم بطاقتك البنكية وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ورمزها السري واسم حامل البطاقة، ثم تضغط على قبول شروط. وأما الاختيار الثاني فيمكنك عدم الضغط عليه، لأنه هنا يقولونك هل يمكننا أن نرسل لك إيميلات تحمل عروضا خاصة بشركتنا. هنا يبقى الاختيار شخصيا لك، هي لا تؤثر على حجز تذكرتك. المبلغ النهائي كما ترون هو 59 أورو فاصلة 63. نقوم بالضغط على Pay. وهنيئا لك، لقد تم حجز تذكرتك بنجاح. سوف يقوم الموقع بإرسالها إلى إيميلك الشخصي. ثم بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بالتشيكين أونلاين. ترقبوا معنا الفيديو القادم إن شاء الله، سوف أقوم بشرح مراحله وكيفية القيام بذلك بفيديو تفصيلي. شكرا لكم على متابعة الفيديو، لا تنسونا بالدعم والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.